أهلا بحضراتكم. السلسلة اللي بدأناها الأعراض القلب اللي تخليني أقلق وإمتى أشك وأروح لدكتور، كتير بعتين ليا بيسألوني يا دكتور ضربات القلب عندي بتزيد، يا دكتور ضربات القلب فجأة بتيجي وفجأة بتروح. فلازم نفرق ما بين ضربات القلب اللي تخليني أروح لدكتور وأكشف وضربات القلب اللي تخليني مقلقش من أي حاجة. طبعا في حاجه اسمها باروكسيسمال تاكي كارديا، يعني حاجه بتيجي فجاه وبتنتهي فجاه وما بتاخدش ثواني وبتروح وما فيش فيها اي مشكله. في مريض شارب قهوه وشاي كتير وفي ستريس وضغط عصبي جامد عنده، ففجاه يحس بضربات قلبه بتزيد، وده بيبقى طبيعي لان شرب المنبهات والحاجات دي ممكن يزود ضربات القلب. مريض عنده حاله توتر وقلق ما نامش كويس، ممكن ضربات القلب تزيد. معلومه برده مهمه جدا، الأدوية اللي بتبقى بتاعة العطس والرشح البخاخ والأدوية البرد هتزود ضربات القلب. طبعا مش كل، يعني مش كل حاجة بقى هجري على، لا ده أنا لازم حتى لو أنا عندي مشكلة أقول للدكتور يا دكتور أنا عندي الضغط، عندي مشكلة في ضربات القلب، فما أخدش دواء البرد ده. طيب إمتى أروح بقى للدكتور؟ في كلمة دايما المريض يقولها، اما المريض يقول لك انا حاسس بسحبه بتجيلي او حاسس بنبضه، مش يعني روحي بتطلع كده في لحظه من اللحظات مع ضربات القلب زياده، لان في اسباب لضربات القلب ما هيش هي سببها القلب نفسه، لا ده حاجه تانية زي هرمون الغده الدرقيه. لو زاد هرمون الغده الدرقيه وبقى عندك افراط في زياده هرمون الغده الدرقيه هتلاقي ضربات القلب بتزيد خالص، هتلاقي في عدم تحكم، في رعشه في الايد كده، وزنك عمال يخس، بيجي لك اسهال، والوزن طبعا لما بيخس انت ما بتبقاش فاهم ايه السبب، وتعمل تحليل غده درقيه تلاقيه عالي الهرمون. في الحاله دي لما تلاقي كده بتاخد علاج بسيط او بتشوف الحل للقصه ايه مع طبيبك، وغالبا بيحصل تحسن بشكل كبير طبعا لما بياخد علاج الغده، يبقى السبب ما كانش في القلب. طب في اسباب تانية لما يجي بقى المريض يقول لك بحس بسحبه، يبقى نبص بقى في الضفيره بتاعه القلب. في مريض هيعمل كوي للنقطه اللي فيها مشكله دي في القلب، وفي مريض لا. وبعدين ما يجيش مثلا مريض يقول لك ده انا كان ضربات قلب زايده، طب خد الحبايه دي ده انا خدتها، ده الدكتور الدهاني وانا بعدها ارتحت. ده يعني 100% طبعا غلط، وده جريمه، احنا بنعتبرها جريمه ان انا ما اخدش انا حبايه واقول لا ده انا خدت الحبايه، لان في ممكن الحبايه دي حسنت المريض ده وممكن تموت المريض ده. فما ينفعش خالص، ان في حاجات ما ينفعش بكتبها للمريض ده على ضوء رسم القلب وضوء الحاجات اللي انا بعملها واعرف دي سببها ايه. والموضوع طبعا مش اي حد يحدده الا الطبيب اللي بيعالجك. نرجو ان يكون المعلومه وصلت لحضراتكم، وتحياتي ليكم وشكرا ليكم جميعا.